مرحبا شباب، بهذا الفيديو رح نتعرف على طريقة الدخول إلى البيوس وتعديل إعدادات الإقلاع بلابتوب الأيسر النيترو 5. طبعا هذا الفيديو بيشمل جميع أجهزة الأيسر النيترو 5 من جميع الأجيال، الجيل العاشر، الجيل الـ11، الجيل الـ12. طبعا أكيد الفيديو موجه لجميع أجهزة الأيسر مثل ما ذكرنا. بالبداية للدخول للبيوس لجهاز الأيسر اللي بين إيدي، كل ما علي أني تشغل الجهاز ومن ثم بالضغط المتكرر على زر F2. زر F2 بفوتني على البيوس. الواجهة الأولية اللي فيها جميع مواصفات الجهاز بشكل عام، تبويب الماين اللي بداخله التاريخ والوقت، ومن أهم الإعدادات اللي لازم عدلها هي الـ F12 Boot Menu، إنك لازم تفعلها تخليها بحالة الـ Enable لحتى تأقلع عن طريق الـ Flash Memory أو أي شيء بدك إياه عن طريق زر الـ F12 مباشرة دون الدخول إلى البيوس. باقي الخيارات بتتركها مثل ما عندي على الشاشة، وعندي أكيد خيار الـ Fast Boot بحطه بحالة الـ Enable اللي يعطيني سرعة أكبر بالإقلاع. بنتقل عن تبويب الادفانسد واللي بيقلبوا الانتل في تي اكس والانتل في تي دي. لازم هدول الخيارين يكونوا بحالة الانيبل لدعم محاكيات الاندرويد بشكل عام على هذا الجهاز. تبويب السكيورتي واللي عن طريقه فيني حط باسورد على الهارد او باسورد على البيوس او ببداية الاقلاع لهذا الجهاز قبل الوصول الى الويندوز، هي الباسورد على البيوس نفسه قبل الوصول إلى الويندوز وليس داخل الويندوز. وطبعا رح أرجع هلأ بعد شوي لهي النافذة لأنه في موضوع مهم جدا رح نحكيه عنه. بنتقل عن تبويب البوت. داخل تبويب البوت بلاحظ وجود الأدوات اللي بدي أخلع عن طريقها، فمثلا عندي الفلاش ميموري مثل ما أنا شايفين، فيني ارفع للأعلى وخفضه عن طريق الـ F6 والـ F5. شايفين خليه دائما تأقلع بشكل دائم الفلاش ميموري، فمثلا فيني خفضها كذلك الامر عن طريق الاف 5 بهذا الشكل، وخلي الويندوز بوت مانجر هو بالبدايه. طبعا هذا الافضل انه يكون عن طريق الهارد، عن طريق نظام التشغيل اقلع الجهاز مباشره، ولكن في حال بدي فرمت او بدي اشتغل اي شيء فيني ارفع الفلاش لفوق وخليه اقلع بشكل دائم. ومنلاحظ انه خيار السكيورتي بوت محطوط بحاله الانيبل، ولكن للاسف ما فيني اعدل عليه لانه باللون الرمادي. كيف فيني غير هذا الخيار وخليه بحالة الديسيبل؟ أحياناً أنا بضطر لأقلع عن طريق أسطوانة الأقلاع DLC boot لحتى أدخل على الويندوز افتراضي، أنقذ ملفات من على سطح المكتب، أمور تانية، أفحص الهارد وما إلى هنالك. وطول ما أنه هذا الخيار بحالة إنيبل ما رح يخليني أقلع عن طريق DLC boot. لفتح هذا الخيار برجع خطوة لعند السكيورتي، ومثل ما أننا ملاحظين خيار الباسورد اللي محطوط له ديسيبل، بأول هذا الخيار لازم أوضع باسورد على الجهاز. رح أحط باسورد بسيطة مثلا مثل من 1 إلى 9، بيطلب مني أني أرجع أكررها، وبعد ما كررتها مرتين وتأكدت منها 100% لأنه مشكلة كتير كبيرة إذا نسيتها للباسورد، بضغط انتر. عم يقول لي سيف، بختار حفظ، عم يقول لي رح يتم حفظ الإعدادات بعد الحفظ وإعادة التشغيل، بضغط أوكي. منلاحظ أنه جميع الخيارات اللي عندي هون اتفعلت. برجع بنتقل عند خيار البوت، ومنلاحظ أنه السكيورتي بوت صارت بحالة تفعيل وتعطيل، لذلك أنا هلأ رح أعمل لها ديسيبل. تمام شباب، بهي الطريقة أنا عطلت السكيورتي بوت. بنتقل عند خيار الإكزايت، الخيار الأول الخروج مع الحفظ، الخيار الثاني الخروج دون حفظ التعديلات، الخيار الثالث حفظ التعديلات مع إطفاء الجهاز كليا، والخيار الأخير عملية إعادة ضبط مصنع لجميع إعدادات البيوس بالتالي بترجع للوضع الافتراضي. هذا الخيار طبعا ما بيمحي المعلومات اللي على الهارد، ولكن فقط على البيوس بيعيد ضبط المصنع. بعد ما حفظت الإعدادات كليا بضغط على زر F10 لحتى يعيد تشغيل ويحفظ جميع هاي الإعدادات. في ملاحظة مهمة جدا، كيف فيني أقلع عن طريق الفلاش ميموري تمام بدون الدخول للبيوس كليا؟ رح نعتبر أنه هلأ شغلنا الجهاز تمام، وبالتالي بضغط على زر F12 بشكل متكرر تمام، إما بعد إعادة تشغيل أو بعد تشغيله مباشرة. مثل ما أننا شايفين تطلع لي قائمة الإقلاع البوت أوبشن مينيو، اللي عن طريقها فيني اختار الفلاش ميموري مباشرة وثبت ويندوز أو فوت على أسطوانة الإقلاع DLC boot. رح نشوف هل رح تأقلع معي أسطوانة الإقلاع DLC boot بعد ما وقفت السكيورتي بوت. مثل ما أننا شايفين دخلنا على DLC boot لأنه وقفنا السكيورتي بوت بهذا الجهاز. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة التقنية عربية.